إلى ذلك تظاهر مئات الأردنيين أمام السفارة الأمريكية في العاصمة عمان منددين بصفقة القرن مطالبين إلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وعلى رأسها اتفاقية السلام واتفاقية الغاز. وانطلقت تظاهرات احتجاجية في عدد من محافظات الأردن بعد صلاة الجمعة رفضا لخطة واشنطن للسلام. حقيقة اليوم مطلوب من الحكومة الأردنية أن تقود هي عملية المواجهة لهذه الصفقة. هذه الصفقة تستهدف الأردن بشكل أساسي بعد فلسطين.